انا وانا الثلاث اربع ايام اللي فاتوا لما كنت باجي اتكلم عن مباراه سان جورج كنت دايما اقول للجمهور الاهلي اقول لهم يا جماعه احنا الراجل محتاج الروتيشن ده علشان الاجهاد. فالناس كانت تقول لي اجهاد ايه يا اسلام؟ هو احنا لعبنا ماتشين ثلاثه. اقول لهم يا جماعه لا الاجهاد، لا هو التخطيط مش للنهارده ولا بكره، التخطيط للعمق اللي جاي. والعمق اللي جاي شديد جدا. وانا بصراحه خايف منه. كلنا كلنا، لانه احنا من خلال اجنده الاتحاد الافريقي تحديدا واللخبطه اللي هو فيها في عمليه تنظيم المسابقات والمواعيد قمه اللخبطه. وقمه اللخبطه ودي انا يمكن انا قلت في يوم قلت احنا انا شايف ان البطوله اللي اتعملت على عجل دي من اولها بنناقش ارقام في المكافئات مختلفه. من اولها بنناقش لحد دلوقتي النادي الاهلي بيناقش مع الشركه الايطاليه عمليه انتقال لعيبته. صح. لا انت هتدفع كذا، لا انا هدفع كذا، لا انا هدفع ليله واحده، لا انت هتدفع ليلتين. لا ده طياره عاديه. ده مش شكل بطوله المفروض ان انت عايز تعملها سوبر. انها سوبر السوبر ده دايما بيبقى الاسم الكبير. بيبقى مكتمل الاركان من ناحيه التنظيم، من ناحيه مكافئاته، من ناحيه المواعيد. المواعيد داخله في اجندات المنتخب وداخله في مع بطوله الدوري وانت بلس على المسابقات اللي عندك بتاعتك انت الخاصه. صحيح. اللي انت لسه قايل عليها يعني كاس قوي. انت عندك كاس قديم يوم الاربعاء تقريبا، الاربعاء قبل النهائي كاس قديم. عندك كاس قديم. فهي العمليه انه لما بيلعب الناس ويدخل الناس هو من دلوقتي لانه عارف المخزون التقيل جاي قدام. مخزون تقيل جدا وغير مرتب بالمره ودمه تقيل بصراحه. يعني انا عن نفسي خايف منه رغم ان الراجل بيعمله ده دلوقتي انا شايفه، لكن اللي جاي ده دمه تقيل لانه بطولات حاسمه. يعني الكاس ماتشين ادي بطوله. بقى عندك بطوله تقول بطوله الدوري الابطال افريقيا هتمشي هتاخد مواعيدها، لكن عندك الدوري السوبر سيمبا في خلال ست ايام هتلعب الماتشين. صح. وبعدين عندك لعيبه في المنتخب مش عارفين العدد كامل اللي هيروح المنتخب. صح. هيجي مدرب المنتخب عنده ماتش 12 و16. عندك علي معلول في اليابان، عندك بيرسي تاو في كوت ديفوار، عندك اليو ديانج في السعوديه. انت واخد بالك؟ بص الشبكه دي وبعدين في 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 لعيب اساسيه. فهي بصراحه يعني قمه اللخبطه، الاجندات كلها داخله مع بعض وسبب فيها الاتحاد الافريقي طبعا. اتمنى انها ما تاثرش على الفرقه وهي هتاثر. معلش هي لا هي هتاثر يعني هتاثر بشكل اتمنى انه ما يكونش مؤثر على البطوله. يعني تاثر في ماتش بتاعك وما تاثرش على البطوله في النهايه. ده اللي حضرتك تقصده. وبعدين شفنا اخر موقف لسان داونز لان اجنده الدوري عنده ثابته. عندهم مشاكل للرابطه ومشاكل وبيقول لك لا انا ظبطت المواعيد مش هقدر العب مش القصه فيها. دلوقتي بيقولوا ان هم احتمال يلعبوا فرقتين، فرقه هنا وفرقه هنا. ايوه في النهايه البطوله فقدت قيمتها من السبع انديه ولا الثمان انديه الاقوياء او الست انديه مش عارف هم كام. ثمانية. بتفقد بقى رونقها بشكل كبير جدا. وبعدين انت حتى ايفن المكافئات اللي انت الشكل الاساسي بتدخل فيه عشان تاخد البطوله والمكافئات الرقم في الاول وبعدين قال 6 دلوقتي 4900 قول 5 يعني. ما هو احنا انت مش عارف اللي جاي فيه ايه. لا خلاص دي تم الاعلان عنها رسميا. السته لم يكن تم الاعلان عنها رسميا، لكن ال 4900 دي تم الاعلان عنها رسميا. احنا نكون وقعنا العقود على هذا يعني. ما عنديش ما سالتش بصراحه. فانا بتكلم عن الناحيه الفنيه، عموما الناحيه الفنيه الامور هتبقى صعبه جدا. لا بس هو اللي خلاك معلش ما حدش يقول برضو انه انت يبقى عندك بطوله ممكن تاخدها في 20 يوم، ممكن تاخدها في 20 يوم هتعمل لك او قد تحدث بعض المشاكل ولكن هتجيب لك 4 5 مليون دولار. انك تعمل ريسك. ما هو انا ما هو هو بطريقه الراجل دي يا كابتن برضه هيبقى ريسك. يعني ما هو احنا شفنا ان هو مثلا ما هو احنا بنتكلم النهارده. انا بتكلم بقى على الدفعه اللي جايه. الدفعه اللي جايه عندك كاس ودوري مش كده؟ كاس اسماعيلي. اسماعيلي ايوه. منتخب بعد كده منتخب
بعد ماتشين كده سوبر ماتشين انا بتعامل على ان فيتوريا هيتعامل مع 8 9 مع لاعبتنا كلها زي ما تكون. عندك منتخب فيه اكبر عدد من اللعيبه هنا وثلاثه محترفين زي ما بقول لك، واحد في اليابان وواحد انت شفت بيرسيتاو لما جه على ماتش السوبر ما لعبوش ليله المباراه، خسرت لعيب عندك اساسي بشكل كان ممكن يعمل كان ممكن يفرق معاك. فعشان كده انا بقول لك ما هو ده كان اول ماتش في الموسم السوبر فمحدش يقول اجهاد ومش اجهاد، لكن السفر هيعمل لك اجهاد غصب عنك. صحيح انك تلعب وتسافر وتتنقل غصب عنك. لا وخصوصا كمان ان علي الحظ هيلعب في اليابان علي معلول. انا بقول لك وانت عمال تجاهد مع الشركه الايطاليه عشان توفر طيران وتعمل الحاجات دي، انت كمان الطياره الخاصه انت هتتحمل منها جزء فالعمليه. غير كده الاهم كمان يا اسلام، انت لعيب وعارف انا النهارده بركز في كاس مصر، المنافس هنا غير المنافس اللي هلاعبه هنا، غير منافس. انا بتكلم بقى على لعيبتي، لعيبتي هتلعب في الكاس وبعدين تلعب في الدوري، ادي منافس مختلف، وبعدين هتلعب مع زامبيا في المنتخب سوبر اوكي، وبعدين الجزائر مع الجزائر، وبعدين حد هيروح اليابان، وبعدين حد هيروح كوت ديفوار، وحد هيروح السعوديه، وبعدين تيجي منافس مختلف تماما بالسفر. فهي دي الحاجات اللي انا خلي بال حضرتك انت هتخلص كمان بطوله يعني احنا دايما لما بيجي نتكلم على اعتبار ان الاهلي دخل البطوله يبقى يصل النهائي يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني نتمناه باذن واحد احد يعني. فوصل النهائي فمعنى كده ان انت بعد كده على طول مباشره هتروح كاس العالم للانديه ما تخش في موال جديد. فانا عشان كده انا بقول انه الموسم صعب جدا ومرتبك جدا ومحتاج يعني لعيبه من فولاز. اتمنى ان شاء الله كل اصاباتنا تخف بشكل كويس والاضافات اللي هي راجعه تخش عشان تزود عمليه الروتيشن بشكل كويس.